أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح أن افتتاح السوق المركزي الخامس في مدينة صباح الأحمد السكنية هو إنجاز تم في وقت قياسي لخدمة أهالي المنطقة. أشار الوزير أيضا إلى أن وزارة الشؤون مستمرة في زيادة عدد الجمعيات التعاونية التي تختصر على أهالي المنطقة الوقت والجهد والتسوق بأريحية. تلبية لرغبات أهالي منطقة صباح الأحمد السكنية، تم افتتاح السوق المركزي الخامس في المنطقة، والذي يعتبر خطوة جيدة تعود بالفائدة على المستهلكين. هذا جزء من اهتمام وزارة الشؤون والحكومة أيضا بتذليل كل الصعاب اللي تواجهها مدينة صباح الأحمد، وإن شاء الله أمام مزيد من الخدمات اللي راح تقدم لأهالي المنطقة. عملية تطوير العمل التعاوني في البلاد مستمرة لخدمة المستهلكين وتذليل كافة الصعاب لديهم. خدمة أهالي مدينة صباح الأحمد، مدينة صباح الأحمد يحتاجون إلى أسواق مركزية، يحتاجون إلى كثير من الخدمات. الجمعية جزء من الخدمات المطلوب توفيرها في هذا المكان النائي عن دولة الكويت. وفرنا جميع الخدمات، جميع وجلبنا جميع الشركات العالمية الكبرى في مدينة صباح الأحمد، وهذا إنجاز من إنجازات مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد. شهد السوق منذ بداية الافتتاح حركة نشطة من جانب المستهلكين للتعرف على السوق الجديد وما يقدمه من خدمات أو عروض. نشكرهم على جهودهم، يعني عن العنوة علينا بدل ما نروح للحكومة ونروح للإي، يعني هذا شيء طيب ويخدمنا احنا المنطقة هذه بحكم المسافة القريبة من البيت. أكيد راح تكون قريبة وتفيدنا بدل ما نروح الحكومة، جمعية الحكومة البعيدة هذه تفيدنا وأقرب قريبة جنب البيت. تجولنا في جمعية صباح الأحمد التعاونية الخامسة، جمعية متكاملة بحد ذاتها يوجد فيها كافة السلع والمنتجات الضرورية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.